نطل بكم خلال هذه الحلقة من برنامج نوافذ دمشقية على هيئة سياسية لجسم مدني في الغوطة الشرقية، التهجير والإخضاع برعاية مشايخ الأسد. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع مشاهدينا الكرام في بداية الحلقة تقريرا يلخص أبرز أحداث الأسبوع في دمشق وريفها. رغم المحاولات الدائمة لقوات الأسد والميليشيات الشيعية اقتحام حي جوبر الدمشقي المحرر، يسجل صمود الثوار في هذا الحي الذي شهد خلال الأسبوع اشتباكات عنيفة خاصة على محور المناشر. الثوار تمكنوا أيضا من قتل وجرح العشرات من عناصر الأسد بتفجير نفق لعناصر الأسد يستخدم في حي القابون الدمشقي. كما تكبدت قوات الأسد خسائر مادية وبشرية خلال اشتباكات مع الثوار في جبهتي تل كردي وتل فرزات بالغوطة الشرقية، في حين شن الطيران الحربي غارات جوية استهدفت مدن دوما وحرستا وعربين وسقبة والأشعري والإفتريس وكفر بطنة والريحان، أدت لاستشهاد مدنيين وسقوط جرحى. وفي الريف الغربي استهدفت غارات نظام الأسد الجوية محيط مخيم خان الشيح والدير خبية والمقيلبية ودروشة بالقنابل الفوسفورية، وتعرض مشفى خان الشيح لقصف بالبراميل المتفجرة وبقذائف المدفعية، ما أدى لاستشهاد مدنيين اثنين على الأقل. أما في بلدة الهامة شمال غرب دمشق فقد شنت قوات الأسد غارات جوية ومدفعية أدت لاستشهاد عدد من المدنيين وخروج مركزين للدفاع المدني ومشفى السلام عن الخدمة للضغط على الأهالي وتهجيرهم من البلدة. وتمكن الثوار خلال الاشتباكات من تدمير عربة عسكرية وقتل وجرح عدد من قوات الأسد، فيما استهدفت قوات الأسد أيضا مشفى شام الأمل في قدسية موقع جرحى مدنيين. الهيئة العامة في الغوطة الشرقية والتي تضم عددا من المنظمات المدنية والخدمية انتخبت مؤخرا جسماً سياسياً يمثل المجتمع المدني في الغوطة الشرقية. مراسلنا منصور أبو الخير تابع مراسم الانتخاب ووافانا بهذا التقرير. أبو الفاروق، سلاسة مرشحين لا غير، أمانة السر مرشحين. ما تزال الغوطة الشرقية سباقة في أعراسها الديمقراطية وسباقة في بناء مؤسساتها المدنية وبناء المؤسسات التي تمثل كافة شرائح المجتمع المدني. فلذلك اليوم نحن نجتمع لننتخب الهيئة السياسية المنبثقة عن الهيئة العامة التي هي فيها تمثيل حقيقي وفاعل لأغلب الفعاليات المدنية في الغوطة الشرقية. لابد من وجود هيئة سياسية تمثل المجتمع المدني في الغوطة الشرقية لتكون على تواصل بشكل كامل ودراسة كافة الاحتمالات من أجل الرؤية المستقبلية لوضع الغوطة وسوريا عامة، وخاصة في موضوع الثورة وتحقيق أهداف الثورة وهي أسقاط العصابة الأسدية وتحويلهم إلى محاكم عادلة وتحقيق أهداف الثورة الحقيقية بشكل كامل. بشير قاسم، كتابة على وش الورقة الفلانية، كتابة أسماء نائب الرئيس، غسان عبد الواحد، تمام، بشير بكير قاسم، غسان. كما تعلمون ويعلم الجميع، نجحت الغوطة الشرقية في بناء عدد من مؤسسات الخدمة العامة ومنظمات المجتمع المدني، وأصبح لزاما تنسيق عمل كل هذه المؤسسات في ضمن إطار مظلة جامعة. لذلك الهيئة العامة في الغوطة الشرقية هي عبارة عن شخصيات ثورية تم تزكيتها من خلال معظم المؤسسات القائمة في الغوطة الشرقية، وبالتالي لها القدرة على تنسيق عمل المؤسسات من باعتبارها حاضنة
الفلسطيني لجميع المؤسسات، كذلك التعبير عن رأي الحراك الثوري من خلال الهيئة السياسية التي يجري انتخاباتها الآن، التي سيكون يعني من أولى مهامها رفع مستوى التنسيق والتكامل مع القوى العسكرية القائمة حتى تكون الغوطة الشرقية وحدة واحدة في الموقف في جميع الاتجاهات. دور من أدوار مشايخ نظام الأسد برز مؤخرا بشكل ملفت، وهو نقل التهديد والوعيد لأهالي المناطق المحاصرة لتهجيرهم أو إخضاعهم. هذا هو محور نقاشنا مع ضيفنا بعد الفاصل. أرحب باسمكم مشاهدينا الكرام بالكاتب الصحفي حسام محمد من مدينة الريحانية. حياك الله أستاذ حسام. بداية، يعني ما الدور المنوط أساسا بالمشايخ والعلماء في هذه المحنة التي تجري في سوريا؟ يعني بالتأكيد بشكل عام يعني يكون دور الجانب الديني خاصة في الأزمات وخاصة في الحالات التي تعصف بها الدولة، يكون دورهم توعويا ما لم يعني يسفك فيه دماء الأبرياء. هذه من نقطة، إلا أن حقيقة يعني في الثورة السورية شكلت المشايخ يعني عاملا صادما، يعني إذ أن الغالبية المختصين بالمجال الديني من أصحاب السلطة يعني والوا القاتل على القتيل، ولم تردعهم آلاف الشهداء التي سقطت في دمشق وفي مناطق لا تبعد عن مناطق سكنهم عدة كيلومترات. يعني للأسف حقيقة دور المشايخ اليوم يعني يعتبر مبرر شرعي، يعني حقيقة للإجرام، مبرر شرعي حقيقة لسفك الدماء، ورغم علمهم المسبق ورغم علمهم أنهم قد قرئوا وانتبهوا من المخاطر في المشاركة بسفك الدماء، فكيف إن كان قتل الدماء قد يحصل وحصل بفتاوى شرعية منهم؟ يعني نذكر المعمم الشيعي يعني أحمد حسون الذي يلقب حقيقة بمفتي الجمهورية العربية السورية، والحقيقة هو بعيد كل البعد إن كان على العربية وإن كان على الشأن. نذكر فقط أنه بالأمس تقريبا يعني منح درع، ما يسمى درع العباس، من قبل ميليشيا أبو الفضل العباس في دمشق. تفضل. يعني نعم، يعني حقيقة أولا يعني أحمد حسون من المعيب، والمعيب جدا أن يقال عنه مفتي دولة عربية إسلامية، لأنه حقيقة لا يمت للعربية ولا للإسلام بصلها. من يقتلون في سوريا هم أبناء هذا البلد، هم من ينطقون الشهادتين، فأينما اتجه يعني الحسون فإنه سيجد الدماء هي من تستقبله، وليكن هذا الدرع الشيعي الذي أعطاه إياه يعني أحد القيادات الشيعية العراقية ليكون واقي له أمام الله عز وجل. نعم. وسنرى يوم غد يعني حقيقة ماذا سيقول لرب العالمين. نعم. ونحن نعلم علم اليقين أن الله عنده لا تضيع مثقال ذرة. نعم. يعني الشيخ حسون يعني حقيقة يعني تجاوز حدود الوقاحة وتجاوز حدود يعني ما أبعد وأبعد من المحرمات وتحليلها. يعني حقيقة اليوم هو شريك أساسي في القتل، وجريمته تضاهي جريمة بشار الأسد وتزود، لأن بشار الأسد يقاتلنا باسم المقاولة والممانعة والقصص يعني التي نحن نعلم علم اليقين أنها كاذبة، ولكن كيف يحرم هذا المفتي القذر؟ يعني كيف يحلل هذه الدماء؟ يعني نعم. بأي صورة وبأي نعم. شكل هو يحللها؟ اسمح لي بالحديث عن الشراكة في القتل التي تحدثت عنها من قبل أحمد حسون وأشباهه في سوريا. هناك الآن نوع من علماء النظام أو مشايخ النظام يمارسون أيضا أو يشاركون
في عمليات التهجير القسري التي تجري في عدد من المدن والبلدات السورية، خاصة في ريف دمشق، مثل ما جرى في دارية، ومثل ما أيضا ما جرى في قدسية والهامة مؤخرا، بمشاركة وتهديد من قبل مفتي النظام لدمشق وريفها المدعو عدنان الأفيوني. مثل هذا الدور الذي الآن يمارس من قبل مشايخ النظام في هذا الوقت، بالإضافة لشراكتهم بالقتل، كيف تصف هذا الدور؟ يعني استاذ الكريم، اولا لا فرق بين من يشرع القتل او يهجر المدنيين وهم ابناء هذا البلد. يعني عندما ياتي عبد الفتاح البزم يعني مفتي دمشق لدى الاسد، وعندما يعني ياتي هذا القذر الاخر يعني خطيب المسجد الأموي ويقول عن بوتين، هذا المجرم السفاح يقول عنه أنه البطل المغوار، وأن يقول عن فطائسه وقتلاه أنهم شهداء، فماذا تنتظر من هؤلاء يا سيدي الكريم؟ هؤلاء حثالات يعتقدون أن الحياة ستدوم لهم، وما من آخرة يقفون فيها بين أيدي الله عز وجل. يعني هؤلاء الذين يشاركون اليوم يعني في تهجير أهالي دارية، وهم نفسهم حقيقة من فتحوا بابا وأبواب بقية المدن، إن كانت من دارية وإن كانت في جنوب دمشق أو في القدسية والهامة، فتحوها يعني للميليشيات الشيعية. يعني أيضا فتحوها لهذه. أخي حسام، قبل قليل بالحديث عن من يتم قتله في سوريا من قبل نظام الأسد، هم من الموحدين ومن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه نقطة جوهرية بالحديث عن أيضا موضوع التهجير في سوريا. مجمل المدن المهجرة أو مجمل من يعني يجرى تهجيرهم من مناطقهم هم من أبناء السنة كما هو واضح تماما. يعني وهؤلاء العلماء يعني العاملون تحت مظلة نظام الأسد أيضا محسوبون شكليا وظاهريا على السنة. هل يدرك هؤلاء أنه سيتم أيضا تصفيتهم في مرحلة لاحقة كما حصل مع البوطي، أو الاستغناء عن خدماتهم في مرحلة معينة؟ في النهاية هم محسوبون حتى لدى نظام الأسد أنهم يتبعون هذه الطائفة التي يتم تهجيرها ويتم قتلها بدم بارد. نعم، يعني أولا يعني لو سمحت لي، أيضا بشار الأسد هذا المجرم السفاح مكتوب على هويته أنه مسلم، فهل هو مسلم؟ يعني من يقتل السوريين اليوم هل هو بمسلم؟ يا صديقي الكريم، من مستهدف في سوريا اليوم هم الأكثرية السنية. نعم. وهؤلاء المشايخ حتى وإن كتب وإن تعلموا وإن درسوا وإن أفتوا وإن أصبحوا في السلطة وهم يشرعون اليوم القاتل فلا علم لهم. ويعني حقيقة وهنالك العديد من الأحاديث التي تقول أن بعضا كثيرا من العلماء يزج بهم يوم القيامة في جهنم لأنه تعلم حتى يقال له عالم، لا حتى ينشر العدل وقيم الحق والمساواة بين أفراد المجتمع الواحد. هؤلاء نفسهم هم من سمح وبرر لطاغية القرداحة بسفك الدماء السوريين، هم من أفتوا بحرب البراميل، هم من أفتوا للمحتل الروسي، وهم من أفتوا للمحتل الإيراني بأن يدوسوا وأن يطوئوا وطأ هذه الأرض المطهرة. الروسي، بالحديث عن المحتل الروسي، كذلك في وقت سابق يعني كانت هناك محاولة من نظام الأسد لإخضاع يعني محاولة تجنيب بعض المناطق والبلدات في جنوب دمشق، هذا الصراع في هذه المرحلة على الأقل. واستخدم أيضا بعض مشايخ السلطة لديه. هؤلاء المشايخ بعضهم زار قاعدة حميميم العسكرية الروسية بكل وقاحة وبكل صفاقة، بذريعة أن إخضاع هذه المناطق يأتي لمحاولة رفع الحصار جزئيا عن هذه المناطق، وذريعة إدخال مساعدات إنسانية وغيرها. مثل هذه الذرائع التي يتذرع بها هؤلاء للتعمية والتغطية على جرائمهم
يعني السكوت عن الظلم والسكوت عن التهجير والسكوت عن القتل، هل تلقى أذانا صاغية لدى البعض من أبناء هذه المناطق؟ يعني بشكل عام، يعني إذا تحدثنا وقارنا ما بين الدور العلمي والواقعي للعلماء في سوريا، نجد حقيقة يعني بشكل عام دورهم كان سلبيا للغاية. فمنهم من والى المجرم، ومنهم من برر إجرامه، ومنهم من قبل بعروض قدمها هذا المجرم لهم بغية الحصول على مكاسب يعني مادية أو عينية في هذه الدنيا. وحتى أن بعض المشايخ من انشق وغادر هذا النظام حقيقة ما زال دورهم سلبيا في سوريا، ما زال دورهم ضعيفا وهزيلا فيما يخص الثورة السورية في سوريا. نحن اليوم في الثورة بحاجة إلى قادة يعني متعلمين علماء. يعني لاحظنا ما حصل الأمس وقبل أمس ما بين الأحرار وجند الأقصى. لو هنالك دور علمي واقعي لهذه العلماء في المناطق المحررة، أعتقد لم تصل الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم. ولكن حتى فيما يخص الثورة السورية، يعني دور العلماء حقيقة ضعيف، ربما بسبب قلة عدد الشخصيات التي نوجه لها حقيقة يعني التحية ونقدم ونثمن على جهودها في موالاة الثورة السورية. ولكن أن تؤيد الثورة لا يعني أن تبقى بدون عمل. يعني أما إذا عدنا إلى الطيف الموالي للنظام، فلك الشيخ صالح الخطيب اليلداني ابن جنوب دمشق الذي زار قاعدة حميم، وهو ذاته من أفتى بأكل لحم الحمير. يعني أستغرب حقيقة بعض المشايخ بحاجة إلى 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 مصحات طبية، بحاجة حقيقة يعني إلى 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 مراجعة الطبابة ومراجعة المشافي. لا أدري هذه العقول ماذا أصابها، ولا أدري حقيقة أي سياسة تسمح لشخص أفتى للمدنيين بأن يأكلوا لحم الحمير بسبب الحصار القائم عليه من قبل نظام الأسد، ثم يعني يحاول أن يخضع هذه المناطق لسيطرة نظام الأسد. هذا محل استغرابك. هذا لا يجوز. يعني أصبح معناتها أخي الكريم، فينا نقول بالغوطة الشرقية نرجع لحضن النظام خلاص لأنه نحن محاصرين، وبالغوطة الغربية أهل المعظمية بيرجع بيعملوا صلاح مع النظام لأنه محاصرين. يا صديقي، نحن خرجنا بثورة حتى نحقق قيم العدالة والحرية والمساواة، لا لأن نركع ولا لأن نساوم هذا النظام. يعني حقيقة اليوم نحن أمام يعني وباء. هذا الوباء لبعض المشايخ يعني حقيقة هو وباء يعني كارثي على 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 الوضع في سوريا. أحمد حسون هذا المعمم الإيراني الشيعي يعني فعل ما لم يفعله حقيقة أعداء هذا الدين. يعني هو يعني استغرب، ألا يرى البراميل؟ ألا يرى الصواريخ الفراغية؟ دعنا من الصواريخ ودعنا من البراميل، ألا يرى من إعلامه الموالي له ولأسده أن الروس احتلوا طرطوس، وأنهم احتلوا جبلة، وأنهم أقاموا قواعد عسكرية في اللاذقية؟ يعني استغرب من هذه العقول النتنة. ألا ترى أنهم يعني قد سخروا البلد للأجنبي؟ هل يعتقد هذا المفتي يعني بأن قائد حركة النجباء الذي قلده درع، نسيت اسم هذا الدرع، يعني إذا قال له بعد شهر أو طلب منه أن يخرج من سوريا بأنه سيقول له نعم يا شيخ أحمد حسون سنخرج من سوريا؟ لا والله، بل أنهم سيطؤون رأسه بالأقدام. اسمح لي لضيق الوقت يعني أستاذ حسان، يعني آثار هؤلاء علماء السلطة أو مشايخ السلطة حتى على المستوى الأخلاقي لعامة الناس أثرهم في غاية السلبية. يعني نتحدث اليوم عن ما يسمى مهرجان دمشق بالألوان، نتحدث عن مشاهد صادمة، مشاهد مبتذلة، مشاهد يعني تطمس هوية دمشق المحافظة دينيا والراقية فنيا. نتحدث عن مشاهد يعني ربما لا تقارن إلا بمشاهد من مهرجانات العري في الدول المتحررة والمنحلة إذا صح التعبير. يعني أين هؤلاء حتى من مثل هذه اللقطات والمشاهد الأخلاقية البعيدة عن السياسة؟ يعني إذا قلنا أنهم لا يريدون أن يتحدثوا بالسياسة،
فمثل هذه الأمور ليس لها علاقة بالسياسة، وإنما هي مشاكل وأمراض اجتماعية وأخلاقية يعني كانت نتيجة حتمية لتربية البعث. يعني هؤلاء لو كانوا يملكون ذرة يعني حقيقة من الوجدان وذرة من الأخلاق، فكرامة لقتلهم وفطائصهم كان يجب أن لا يرقصوا ويهرجوا ويمرجوا في الساحات العامة. ولكن غالبيتهم يعني ما لفت نظري وانتباهي أن غالبتهم هم علويين، هم من علويو الساحل بشكل عموم، وهم من علويو حمص، وقليلة جدا لا تكاد يعني تقدر من أهل دمشق أو غيرهم. حتى هؤلاء العلويون المؤيدون أخي حسام يعني لهم قتلة في النهاية من طرف النظام. بالتأكيد أصلا خزان القتلى البشري الذي خسره النظام خسره من الطائفة العلوية بالنهاية. ولكن يعني على ما يبدو أن كثرة قتلاهم قد سحقت عقولهم وجعلتهم مرضى. يعني حقيقة هؤلاء سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب ربك لشديد. أنا أنهي بهذه الآية لضيق الوقت. أنا أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي حسام محمد، كنت معنا من مدينة الريحانية. في أجواء المحنة التي يعيشها أبناء الريف الدمشقي يواصل الناس حياتهم المعلقة بإرادة الله تعالى. الزواج الجماعي بات ظاهرة في الغوطة الشرقية برعاية هيئات ومنظمات مدنية. نتابع هذا الحفل لعدد من شبان الغوطة. هنيئاً لعرسان الغوطة وبارك الله لهم. ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ دمشقية، على أمل اللقاء بكم مجدداً في حلقة الأسبوع المقبل. هذه تحية من فريق البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.